أتمنى أن يكون يتشبع الشعب العراقي ويفرح بهذا اللقب ويستمتع به. شنو رؤيتك على اللاعب العراقي بدنيا نفسيا عقلية اللاعب العراقي شنو اللي يحتاج لها حتى نوصل لأبعد مرحلة ممكنة مع كاساس؟ اللاعب العراقي يملك مهارات وإمكانيات كبيرة، يوجد فروق بين العراق وإسبانيا لأن اللاعبين في العراق يلعبون في الشوارع، أعتقد أنهم في حاجة إلى الاحترافية، يحتاجوا إلى المزيد من الاحترافية في أشياء كثيرة، منها على سبيل المثال التغذية والجانب البدني وأشياء كثيرة. نحاول أعطائهم كل ما يلزم وشيئا فشيئا، أعتقد أنهم سيتحسنون في هذا الجانب. آخر سؤال، الخطوة التالية لكاساس شنو؟ راح يشوف اللاعبين المغتربين المحترفين، راح يتابع الدوري، يحتاج منتخبنا شنو يحتاج بعد المنتخب؟ سنتابع العمل بنفس الطريقة ونفس الشكل، سنتابع جميع اللاعبين الموجودين في الدوري العراقي وأيضا خارج العراق، سواء متواجدين في دول أوروبية، إنجلترا، السويد، أي بلد، سنتابعهم ونختار الأفضل. احنا كاعلام داعمين له، كجماهير داعمين له، ونتمنى ان نحقق مزيد من البطولات. شكرا جزيلا، لن يكون سهلا ولكن شكرا جزيلا.